راح نتكلم هذه الحلقة عن واحد من أفضل البرامج لما تصور بخاصية العزل تخليك تتحكم بقوة العزل، تقدر تغير مكان العزل بعد ما تصور، وايد أشياء داخل البرنامج تخلي صورتك. والبرنامج راح اتكلم عنه اليوم هو برنامج فوكس. يا جماعه هذا الابلكيشن خرافي، الكل يدري اليوم داخل ابلكيشن الكاميرا الاساسي نقدر نستعمل خاصيه البورتريه اللي هي نقدر نعزل الصوره، بس ما نقدر لا نتحكم بعد التقاطنا الصوره نزيد قوه العزل ولا نقدر نغير مكان العزل بعد ما نصور. انا الصراحه جهازي الثاني الاندرويد هو الهواوي البي 20 برو، من داخل ابلكيشن الكاميرا الاساسي انا اقدر اغير مكان العزل، لكن بالايفون ما اقدر. ما بيطول عليكم الكلام، خلونا ندخل داخل البرنامج وراح اوريكم شلون هذا البرنامج يقدر ينقل مستواكم بالتصوير ويطور من صوركم. وهذا برنامج فوكس، نقدر نصور من خلال البرنامج نفسه او نختار صوره احنا مصورينها من قبل. عندي مثال هذه الصوره، يا جماعه اوريكم شلون تطبيق والابلكيشن خرافي. اول شيء اقدر ازيد العزل، زين، ولو تلاحظون القهوة موجودة على الطاولة شلون عزلت بقعة الضوء الموجودة على الرخام اللي ورا. الشيء الثاني بوان كليك اضغط على الارض القهوة صارت اوت اوف فوكس، اضغط على القهوة يرد الفوكس مكانه. شوفوا الشيء الاخطر، شفتوا بقعة الضوء اللي ورا؟ هذا يعتبر النقطة المعزولة اللي ورا، اقدر اغير شكلها على قلب حب، على هلال. هني الواحد يقدر يتفنتك ويطلع افكار يعني من باله يقدر يطور فيها التصوير، وتاخذون علامة ابل اشكال وانواع. بوريكم الحين صورة ثانية. عندي هذه الصورة، وصراحة هذه الصورة اللي هي اللي عرفتني على برنامج الفوكس. اول شيء اقدر شنو اسوي؟ احط مقاس لسناب شات او ستوري انستغرام، واقدر اعدل ميلان الصورة، هذا رقم واحد حلو. بعدين شوف الصورة اللي وراء، اقدر ازيد العزل. هني ما بغير شكل العزل، شوفوا عقب ما تغير الصورة وضفنا العزل، شوفوا قبل وشوفوا بعد. بحط لكم هني بعد، وين هني هني هني، بحط لكم الصورة عقب ما أدخلها برنامج دارك روم وعدل الألوان، وراح تلاحظون الصورة قبل وبعد فرق كبير. والحين بصور لكم من داخل البرنامج وبوريكم الإضاءات الصغيرة اللي وراي شلون ممكن نطلعها بصورة جميلة. تابعوا معي. عشان تحمي حسابك من خطورة الاختراق في سناب شات، فعل خطوات التحقق الثنائي بكل سهولة باتباعك الخطوات التالية. قم بفتح برنامج سناب شات واضغط على علامة سناب، اضغط على زر الإعدادات وتأكد من إضافة رقم الهاتف للبرنامج. قم بالضغط على لوجن إن فيريفيكيشن، ثم قم باختيار SMS. ستصلك رسالة هاتفية، قم بإدخال الكود الموجود بها بالمربع الموجود، ثم تتفعل الخاصية. إذا عندك فيديو مدته أكثر من دقيقة وحاب إنك تنشره في ستوري الإنستغرام، فما راح تقدر تنشر إلا دقيقة واحدة منه بس. وأيضا لو جيت أدز فيديو طويل أو حجمه كبير في الواتساب، فما راح أقدر أدزه كله، ولازم أحدد جزء منه مثل ما هو مبين عندنا في الشريط الأصفر. أحدد الجزء الأول وبعد الثاني وبعد الثالث وبشكل تغريبي هذا، ويمكن أكرر أجزاء من الفيديو أو أقطع منها، لكن في شيء وايد أفضل. الشيء الأفضل إنك تستخدم تطبيق Cut to Story اللي من خلاله تقدر تجزئ الفيديو حسب المدة الزمنية اللي أنت تفضلها أو على حسب موقع التواصل الاجتماعي اللي تستخدمه. طريقة استخدام البرنامج جدا سهلة. أول ما تفتح البرنامج اضغط على فيديو، بعدها New Project، بعدها اختار الفيديو اللي تبيه،
بعدها راح تلقى 7 أدوات تحت، أنا ما أبي ولا واحدة منهم، أبي بس السهم. لكن هذه كلها مزايا أنت تقدر تستفيد منها وبتكلم بشكل سريع عنها. مثلا الأولى تقدر تضيف فيديو ثاني على هذا، يعني تدمجهم أو تعدل الصوت أو تقصة أو تزيد السرعة. الثانية تقدر تغير أبعاد الفيديو. الثالثة تضيف موسيقى. الرابعة ستيكرز ملصق. الخامسة لوجو شعار لك. والسادسة نص. والسابعة خلفية. الحين بروح على السهم. إذا ضغطت على السهم راح تلقى خيارات جاهزة لك، مثلا حق الانستغرام 15 ثانية، الفيسبوك 20، الواتساب 30 ثانية وإلى آخره. أو أنك تقصه لمدة دقيقة، أو بدون لا تقصه، أو كوستوم، شيء أنت تختاره. إذا عندك فيديو تبي تقصه حق ستوري الانستغرام، فما أنصحك أنك تقصه بعد كل 15 ثانية ولا بعد كل دقيقة. ليش؟ لأن بعد كل 15 ثانية راح تكون عندك أجزاء وايد، وبكذي راح تتعبك في النشر بأنك تختار كل واحد منهم. وبعد كل دقيقة راح تصير لك مشكلة بأن تطبيق الانستغرام يقص لك آخر ثانية من كل دقيقة، وبكذي راح يصير الفيديو مو كامل، وهذا شيء مو منطقي يعني، لكن هذا اللي صار لي مع التجارب للأسف. فالأفضل أنك تستخدم الكاستوم، بعدها تختار 59 ثانية. تقدر أيضا تقص الفيديو بشكل سريع من داخل تطبيق الصور، تضغط على السهم اللي هني وانزل تحت راح تلقى الاختصار مال البرنامج، لكن لازم تكون مشترك في البرو فيرجن. في شغلة أخيرة بذكرها في الإعدادات، أن تقدر تختار ريزولوشن الفيديو اللي تبي تصدره بالضغط على فيديو سيتنجز، بعدين تختار يا 1080p أو 720p. أنا أنصح ب 720p إذا أنت كنت بتستخدم الفيديو حق مواقع التواصل الاجتماعي، و 1080p إذا بتحفظه عندك حقك يعني للذكرى. وتقدر آخر شيء تغير الفورمات مال الفيديو أو تخليه أوريجينال نفس ما هو. أغلب برامج مواقع التواصل الاجتماعي في لها ربط مزامنة مع جهات الاتصال، يعني أنت من تفتح حساب في واحد من هالبرامج كل اللي عندهم رقم تليفونك راح يدرون أن أنت صار عندك حساب. شلون نفعل هذه الميزة وشلون نسكرها؟ خلكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو نتكلم عن ميزة مزامنة جهات الاتصال مع برامج مواقع التواصل الاجتماعي. كثير من الناس كانوا يسألوني مثلا يبي يفتح حساب ثاني غير حسابه الشخصي، ممكن يكون حساب تجاري، ممكن لأي عمل هو يبي يسويه، لكن ما يبي هذا الحساب يطلع عند كل الناس اللي عندهم رقم تليفونه ويبين أن هذا الحساب تابع لهذا الشخص. فشلون نقدر نفتش التزامن هذا بين جهات الاتصال والبرامج اللي موجودة عندنا؟ راح نشرح على 4 برامج: سناب شات وإنستغرام وتويتر والتليجرام. خلونا نشوف هالجهاز. راح نبدأ أول شيء مع سناب شات. أول ما تفتح التطبيق تضغط فوق على صورة بروفايلك، وبعدها الإعدادات. بعد ما تدخل على الإعدادات تنزل للأسفل، تروح إلى خدمات إضافية، تدخل على الإدارة، ومن الإدارة راح تلقى آخر شيء مكتوب جهات الاتصال، تدخل عليها. راح يعطيك هني إذا كان هذا الخيار مفعل فالناس اللي عندك بجهات الاتصال يقدرون يشوفون حسابك، أما إذا كان غير مفعل ما يقدرون يشوفون حسابك. إذا كان مفعل وأنت طفيته أيضا في أرقام موجودة صارت بالسناب شات، لازم تضغط على تحت حذف جميع بيانات جهات الاتصال عشان تنمسح اللي موجودة بقاعدة البيانات، ويصير ما في مزامنة نهائيا مع جهات الاتصال اللي موجودة عندك. أيضا في شيء ثاني، راح نرجع على الإعدادات وننزل للأسفل، في هني عندي خيار اسمه رؤيتي في إضافة سريعة. أول ما تسوي آد حق شخص راح تلقى فيه أسماء موجودة فوق، هذه الأسماء هي مقترحة من جهات الاتصال اللي موجودة عندك. هل أنت تبي اسمك يطلع بالأسماء السريعة هذه اللي الناس تقدر تضيفك، أي أحد عنده رقم تليفونك يطلع له اسمك فوق أو لا؟ إذا ما تبي اسمك يظهر أغلق هذا الخيار، إذا تبي يظهر خل الخيار هذا شغال. ننتقل إلى تطبيق تويتر. أول ما تشغل البرنامج تضغط فوق على علامة البروفايل مالتك، بعدها تروح إلى الإعدادات والخصوصية، بعدها تروح إلى الخصوصية والأمان، تنزل شوي لتحت راح تلقى إمكانية الاكتشاف وجهات الاتصال. إذا دخلت عليها راح يعطيك 3 خيارات وفي زر موجود بالأسفل. الخيار الأول سماح الآخرين بالعثور عليك من البريد الإلكتروني، لو أحد بحث عن إيميلك راح يلقاك بتويتر ولا لا، تقدر تطفي هذا الخيار فما يقدر يلقاك. الخيار الثاني سماح للآخرين بالعثور عليك عن طريق رقم هاتفك، لو كتبت رقم تليفون أي شخص أنت تعرفه
تويتر راح يعطيك أكاونت هذا الشخص، فأنت تبي الناس تلقاك عن طريق رقم تليفونك أو لا؟ هذا هو الخيار. الخيار الثالث تزامن جهات اتصال دفتر العناوين. هل تبي أنت أول ما تدخل تويتر تطلع إشعارات للناس اللي موجودين عندك بجهات الاتصال الموجودين بتويتر، أو ما تبي هذا الموضوع يصير؟ تفعله وتسكره من هذا المكان، وإذا كان مفعل وأنت سكرته اضغط على إزالة جميع جهات الاتصال بحيث أن حتى اللي موجودين بقاعدة بيانات تويتر ينمسحون. البرنامج الثالث هو الإنستغرام، راح يختلف من الآيفون إلى الأندرويد. الأندرويد فيه لغة عربية، الآيفون ما فيه لغة عربية، فتقدر تشوف الأسماء، أنا حاط لكم الترجمة على الفيديو. ندخل على الإنستغرام، بعدها نروح على حسابنا البروفايل، بعدها نضغط على الخطوط الثلاث ونروح إلى سيتينجز، ومن سيتينجز راح أدخل إلى أكاونت، ومن أكاونت أدخل على Contact Syncing. إذا فعلت هذا الخيار راح يطلع حق الناس اللي عندهم رقم تليفونك أن هذا الحساب تابع لهذا الشخص، أما إذا أغلقت هذا الخيار ما راح يطلع لك أسماءهم. البرنامج الرابع وهو التليجرام. إذا دخلت على التليجرام تدخل على الإعدادات، بالأندرويد راح تلاقي ثلاث خطوط فوق على اليسار أو على اليمين، راح تضغط عليه وتدخل لك على هذه الصفحة. من الإعدادات تروح إلى الخصوصية والأمان، وبعدها بالآيفون راح تدخل على إعدادات البيانات، وبعدها عندك مزامنة جهات الاتصال موجودة بالأعلى، إذا أغلقتها ما رح يطلع حق الناس أن صاحب رقم التليفون هذا اللي موجود عندكم هذا هو حسابه على التليجرام، أما إذا كان شغال رح يطلع له أن هذا هو نفس الشخص، يعني بدل لا يطلع اليوزر حق الناس اللي عندهم رقم تليفونك رح يطلع الاسم اللي هم مسجلينه بجهات الاتصال. اضغط على حذف الجهات المزامنة بحيث أنه ما يظل عندهم أي بيانات بالسيرفر. أما على الأندرويد ما رح تدخل على آخر وحدة، رح تلاقي المزامنة موجودة بهذا المكان، فرح تفعل وتسكر الخيار من الشاشة هذه. وشغلة أخيرة، هذا ما يعني أن أنت ما تحط رقم تليفونك في البرامج، الأفضل والآمن أنك تحط رقم تليفونك في جميع برامج مواقع التواصل الاجتماعي بحيث ما حد يقدر يبوك أكاونتك، لكن سكر هذه الخيارات بحيث أنه ما يطلع رقم تليفونك حق الناس إذا ما تبي هذا الشيء، لكن حط رقم تليفونك ضروري لأنه يفعل ميزة التحقق بخطوتين واللي هي تصعب عملية اختراق حسابك. نفس هذه الميزة موجودة على أغلب برامج مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الثانية الفيسبوك شوي أصعب، البرامج الثانية كلها تقريبا فيها نفس الميزة هذه وفيها الخصوصية والأمان.